السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، نرحب بكم من جديد ونواصل حديثنا عن سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. في الحلقات الماضية تحدثنا عن جوانب مشرقة من هذا الإعجاز القرآني الذي جاء في قضايا مختلفة من العلوم والمعارف الحديثة، مما يدل على أن القرآن الكريم هو وحي من السماء وليس من وضع محمد كما يدعي بعض المستشرقين وبعض الملحدين. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان يعيش في أرض صحراوية قاحلة، ولا يعقل منطقيا أن يتحدث في كل المعارف والعلوم التي ظهرت حديثا وفي الوقت المعاصر، وما زال الكثير منها في طي الخفاء حتى يظهره الله تعالى عن طريق علماء أجلاء، بل فرق من العلماء الذين يكتشفون المعارف الحديثة. في الحلقات الماضية تحدثنا عن الإعجاز العلمي في الطب، وذكرنا مما ذكرنا قول الله تعالى في تخلق الجنين وتكون الإنسان في بطن أمه، من قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تحدثنا بإسهاب حول هذه الآية ومضامينها ومظاهر الإعجاز العلمي في تخلق الجنين في المجال الطبي، كما سبق وأن تحدثنا أيضا في مجال الإعجاز القرآني عن عالم البحار والظلمات والأعماق التي تسبح فيها الحيتان، انطلاقا من قول الله عز وجل: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عالم البحار الذي يزخر بعجائب، خصوصا المحيطات والقعر اللجي والظلام الدامس والحيتان التي لا تكاد تبصر، إعجاز قرآني. وسيدنا النبي محمد لم يركب البحر قط، كيف له وأن له أن يتحدث عن هذه الأشياء إذا كان القرآن من اصطناعه؟ وهكذا قضايا الإعجاز العلمي كثير جدا في مختلف العلوم والمعارف. اليوم أيها الأحباب الكرام، سنتحدث عن قضية أخرى ليس في المجال الطبي ولا في مجال البحار والأكوان، وإنما في مجال الإخبار التاريخ، لأن القرآن العظيم تناول كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. تحدث عن قضايا طبية وقضايا في الفلك والنجوم والبحار والأنهار والاقتصاد والاجتماع والنفس البشرية، كل شيء، وخصوصا في مجال الإخبار. آية قرآنية جاء فيها خبر جعلت رئيس الأطباء الفرنسيين يغير كل معتقداته، ومن ثم يعلن إسلامه ويصير داعية إلى القرآن العظيم. آية قرآنية، وهي قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه الآية تتحدث عن فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك،
ربنا عز وجل تحدث عن فرعون مصر، هذا خبر لمعطى تاريخي قديم جدا، يعني 7 قرون قبل الميلاد. لكم أن تتخيلوا 7 قرون قبل الميلاد وقع هذا الحدث. رجل كان يدعى أنه فرعون، وكان يحكم مصر، ومصر في ذلك الزمن كانت هي محط أنظار العالم، كانت هي الدولة العظمى رقم 1 في العالم، وكان يحكمها رجل عظيم يسمى فرعون، وينتمي إلى سلالة فرعونية. كانوا يدعون بأنهم لهم روح إلهية، يدعي بأنه إله السماء وسليل الأرباب، ومن ثم طلب من الناس أن يعبدوه. يقال بأن فرعون عاش 300 سنة ولم يمرض قط، لم يشعر لا بمرض ولا بهزال ولا بسقم، كان دائما قوي ولم يشعر بالفقر، دائما عنده الأموال وعنده الخيرات، عنده القصور تجري من تحتها الأنهار، وكانت كلمته مسموعة ومطاعة. وبعد مرور الأيام طغى فرعون، كما قال ربنا عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حتى بعض الصلحاء يقولون بأن الأمراض والأسقام رحمة تجعل الإنسان يتواضع لله، الفقر والحاجة أيضا لطف رباني تجعلك تشعر بضعفك وتطلب من الله المعونة وتستغيث بالرحمن. لكن الإنسان إذا كان قوي دوما وغني دوما وله القدرة الكبيرة قد يطغى، لا تظن بأن هذا خير، قد يكون شر مستطير. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا ما وقع لفرعون، فطغى وتجبر، ومن ثم بدأ يعذب الناس ويستحيي النساء ويقتل الرجال ويرمل المتزوجات وييتم الأطفال ويعيث في الأرض فسادا ولا أحد يستطيع أن يوقفه، إلى أن ظهر نبي الله موسى عليه السلام كمصلح اجتماعي وكقائد وكمناضل، وهو نبي من أولي العزم من الرسل. وقف في وجهه، والقصة معروفة عند الجميع، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، صراع بين النزعة الإيمانية والنزعة المادية. هذا الصراع سوف يختم الله تعالى فصوله بأن يحكم على فرعون بالغرق. القصة معروفة جدا ومذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل ومذكورة في القرآن. لما سوف يهرب سيدنا موسى في البحر الأحمر ومعه بنو إسرائيل، وسوف يتبعهم فرعون وجنوده. سيدنا موسى بدأ يناجي ربه، وبعض ضعاف الإيمان من بني إسرائيل قالوا إنا لمدركون، هذا هلاكنا، لكن سيدنا موسى كان يوقن بأن الله معه، يسمع ويرى ويتدخل في اللحظة المناسبة. ربنا لم يخيب ظن نبيه موسى عليه السلام، وفعلا ضرب بعصاه البحر فانفلق، وكانت هناك 12 مسلكا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 نقيبا و 12 سبطا، قبائل 12 قبيلة، فكل قبيلة ربنا عز وجل خط لها مسلكا. فالموج انفلق عن البحر، وبقوة الشمس والرياح جفت المياه، وسار الناس بأمان حتى قطعوا البحر الأحمر وسلكوا إلى الضفة الأخرى ونجوا، وأتبعهم فرعون وجنوده. فلما توسطوا البحر هنالك ربنا عز وجل سوف يأمر ويغرق فرعون ومن معه. هذه الأحداث مرت قديما 7 قرون قبل الميلاد، والإعجاز القرآني أين يكمن؟ يكمن في كون أن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل الكل يغرق من آل فرعون، الجنود والعساكر والقادة والخيل والبغال وكل وسائل، إلا فرعون الوحيد الذي سوف ينجيه المولى عز وجل، ثم سوف يلقيه في البحر إلى اليم. هنالك ربنا سبحانه وتعالى سوف ينجي فرعون وينزل هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك
لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. مرت قرون وقرون وقرون ونسى الناس قصة فرعون الطاغية الظالم الذي كان يعيث في الأرض فسادا ونسوا أخباره، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحيي ذكرى فرعون من جديد، خصوصا في القرن الحديث والوقت المعاصر لما كانت هناك حروب وكان هناك صراع بين القادة وبين الدول، وظهر مجموعة كبيرة من المستبدين في الكوكب الأرضي ويظنون أنهم من الناس الذين يحكمون العبادة والبلاد كهتلر مثلا وستالين وموسوليني وغيرهم من الكبار الحكام الدكتاتوريين في تلك الفترة. ربنا عز وجل سيجعل فرعون يظهر من جديد. كيف ذلك؟ سيظهر فرعون من جديد انطلاقا من كون أن الله سبحانه وتعالى سيظهر هناك عيب بسيط في جثة فرعون رمسيس الثاني، لأن لما طفى فرعون بقية قومه انتشلوه وحنطوه ووضعوه في مغارة كبيرة في الأهرامات وقالوا لعله ينهض لأنه إله، أما بقية المخلوقات من الجنود فقد ماتوا لأنهم بشر. وضعوا له حنوط وركزوه في إحدى الأهرامات وظنوا أنه سوف يقوم، وفعلا بقي جامدا إلى حدود القرن الماضي. بدأت تظهر على مومياء فرعون بعض الخدوش فأرادوا أن يعالجوها، أخذوها إلى أين؟ إلى فرنسا. فرنسا أم الدنيا، فيها مختبر للآثار عالمي، ووقعت اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وبين الجمهورية الفرنسية على حمل جثة فرعون المومياء رمسيس الثاني لكي يتلقى العلاج هناك. وفعلا تمت عملية السفر وحمل جثمان فرعون في موكب ملكي مهيب وجيء به عبر الطائرة حتى حل في مطار باريس. كان هذا في عهد حكم الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران. من يتابع التسجيلات ويتابع ما وقع في هذه الأحداث سيلاحظ بأن فرعون لما تم استقدامه عن طريق الطائرة وقف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران مع موكب وزاري من أعضاء الحكومة وقدموا النشيد الفرنسي، النشيد الوطني الفرنسي، كما قدموا أيضا النشيد الوطني المصري، لأنهم تعاملوا مع هذا الحدث كأنه موكب ملكي حي. فجيء بفرعون في تابوت زجاجي فاخر ودخل إلى أرض فرنسا، ومن ثم حملوه إلى أحد المختبرات العلمية فيها فريق طبي متخصص في علم الآثار ليقوم بالترميم. هنا ستظهر الآية القرآنية العظيمة وهي قول الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هنا ستظهر المعجزة الكبرى، وكأن الله تعالى جعل هذا الحدث تمر عليه قرون وقرون إلى أن جاء الوقت المناسب ليظهره للعالم. فعلا تكون فريق طبي من العشرات من أفضل وأكثر الأطباء شهرة وخبرة، يتزعمهم الطبيب الفرنسي موريس بوكي. موريس بوكي معروف بأنه أحسن الجراحين في فرنسا وأكثر الأطباء شهرة في أوروبا، هو الذي سوف يقوم بعملية الترميم لهذه المومياء رمسيس الثاني. هذا الرجل كان متدين، كان مسيحي وكان كاثوليكي المذهب، وكان رجل يهتم بالأديان. فلما بدأ في البحث في هذه المومياء سيكتشف معطيات غريبة بأن هذه الجثة فعلا قد غرقت في البحر ولا زال فيها أثار الملوحة، لكن تم إنقاذها بسرعة
وتحنيطها بسرعة. فإذا بأحد العلماء المسلمين الأجلاء سوف يلتقي بموريس بوكي ويقول له إن الحقائق العلمية التي سوف تتوصلون إليها مكتوبة في القرآن الكريم. ظن أن هذا كلام هراء، وفعلا انكب هذا الفريق الطبي برئاسة موريس بوكي للبحث حول هذه الجثة والبحث عن المعطيات العلمية والتاريخية والأركيولوجية في علم الآثار، فوصل إلى نتائج مهمة وكتب التقرير النهائي. فإذا به يصدم بأن التقرير النهائي جاء متطابق مع المعطيات القرآنية. موريس بوكي وقعت له صدمة، فجمع مجموعة من الرهبان لأنه كان مسيحي كاثوليكي وقال لهم حدثوني عن أخباركم، أخبار هذا الفرعون في الإنجيل. فجاءوا له بإنجيل متى ماثيوس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس، الإنجيل أربعة معروفة عند المسيحيين، ودرسها فوجد بأن فعلا تحدث النصارى، تحدث الكتاب المقدس الإنجيل عن غرق فرعون، وتحدث بإسهاب كيف خرجوا بنو إسرائيل ووصلوا إلى البحر الأحمر وأتبعهم فرعون وجنوده، تفاصيل، لكن لم يتحدث عن مصير الجثة. الجثة لم يذكرها الإنجيل، الأناجيل الأربعة متى ولوقا ومرقس ويوحنا. بعد ذلك سيتوجه موريس بوكي إلى بعض أحبار بني إسرائيل، وتوجه إلى إسرائيل، توجه إلى بعض اليهود وقال لهم أخبروني ماذا جاء في كتابكم المقدس التوراة عن الفرعون. فذكروا له بالتفصيل ما يسمى بسفر الخروج عند اليهود في التوراة. سفر الخروج يتحدث بتفصيل دقيق عن خروج موسى مع بني إسرائيل وكيف وصلوا إلى البحر الأحمر وأتبعهم فرعون وجنوده، ولكن لم يذكر مصير الجثة. الذي يهم في كل هذه الأشياء مصير الجثة. كان يعتقد موريس بوكي بأن القرآن الكريم مجرد نقل، منقولات تم نقلها عن الكتب المقدسة السابقة. هذا هو المتداول. الأوروبيون والنصارى واليهود يعتقدون بأن القرآن هو يردد ما جاء في التوراة والإنجيل، مجرد نقول تم صياغتها بلغة عربية. لكن هذا الاعتقاد الذي كان يعتقد به موريس بوكي سوف يهتز ويقول أنا أريد أن أسأل عن مصير الجثة. التوراة لم تتحدث عنها، والإنجيل لم يتحدث عنها، والقرآن الكريم تحدث عنها بإسهاب ودقة متناهية بما جاء متوافقا مع الحقائق العلمية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كل البشر الذين ماتوا تحللوا وصاروا ترابا وانتهى ذكرهم إلا فرعون الوحيد فوق الكوكب الأرضي، مرت عليه سبعة قرون ولا تزال جثته كما هي، مومياء رمسيس الثاني. فتعجب الرجل وقال لا يمكن. ماذا فعل هذا الرجل؟ ترك الطب وترك الأركيولوجيا ورحل يتعلم اللغة العربية في مراكز العلوم الشرقية. عاكف ثلاث سنوات يقرأ اللغة العربية حتى فقهها، ومن ثم بدأ يقرأ القرآن الكريم ليتبين حقيقة ما جاء في هذه المعارف. انتهت هذه الرحلة العلمية بأن توصل إلى حقيقة وجمعها في كتاب مشهور سماه القرآن والإنجيل والتوراة والعلم، Le Coran, la Bible et la science، كتاب مشهور. هذا الكتاب كتب باللغة الفرنسية وبسرعة ترجم إلى 17 لغة، منها العربية والإنجليزية والألمانية والفارسية والتركية والإندونيسية وغيرها، وبيعت النسخ بمئات الألاف مرارا وتكرارا لأنه هز الأوساط العلمية، لأن هذا الكتاب فيه دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة. وخلص إلى مجموعة نتائج،
بأن الكتب المقدسة النسخة الصحيحة الحقيقية المهيمنة هي القرآن الكريم. فتحول موريس بوكي من طبيب جراح وباحث في الأثار إلى داعية، لقد اعتنق الإسلام. قال إن العقل الذي أحمله في ذهني لا يمكن أن يرتاح إلا بعد أن يعتقد بأن القرآن هذا كلام الله، لأن محمد كان أمي يعيش في صحراء قاحلة ولا يمكن أن يتوصل إلى هذه المعلومات الدقيقة، فعلم أن القرآن كلام الله عز وجل، ومن ثم سار يدعو إلى الإسلام. اعترض عليه مجموعة من النصارى الكاثوليك وكذلك مجموعة من اليهود، كان يخبرهم أن من أراد المسيحية الحقيقية فليأخذها من القرآن. قال: كنت أخذ مسيحيتي الصادقة النقية من القرآن، فسيدنا المسيح والحواريين والمائدة ومريم وآل عمران وغيرها من الأمور كلها مذكورة في القرآن، لقد أخذت مسيحيتي من القرآن. كان جده الأكبر يهودي، وقد اعترض عليه بعض الناس، فقالوا: وأخذ يهوديتي الصحيحة من القرآن، لأن القرآن الكريم تحدث عن كل شيء، تحدث عن اليهودية وعن النصرانية وعن القضايا العلمية والمعارف الحديثة. ومن ثم صار هذا الرجل داعية إلى الله، وما أكثر ما أكثر الذين أسلموا، ولكن الإعلام عادة يطمس الحديث عن هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين شهادتهم مقبولة، لأنهم ليسوا مجرد علماء عاديين وإنما هم عباقرة وما أكثرهم. وإن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة نسأل ربنا أن يوفقنا لنتعرف على نخبة أخرى من العلماء الأجلاء الذين ابتكروا في مختلف العلوم الحديثة، وتأكد لهم بما لا شك فيه ولا ريب أن القرآن الكريم كلام الله، وأن الإسلام هو الدين الحق، وأن المستقبل سيكون للإسلام وللمسلمين مهما ضعفوا ومهما استكانوا، لأن الله عز وجل جعله نور يهدي به من يشاء. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالقاعات في المؤتمرات التي كان يحضر لها موريس بوكي ترتفع كلها بكلمة لا إله إلا الله، وكان موريس بوكي سببا في إسلام ليس العشرات ولا المئات بل الآلاف من الأطباء في إندونيسيا، في ماليزيا، في روسيا، في إفريقيا، في أمريكا. وكان دايما يختم لقاءاته بكلمة لا إله إلا الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.